هذا أخطر تطبيق فبركة ممكن تشوفه بحياتك، يعطيك ميزات مهمة. لما تختار صورة يتعرف على جسم الشخص، ولو حركت الصورة يملى الفراغ اللي كان وراء الشخص بدون ما تحس أنه نقلت الشخص من مكان إلى آخر. تقدر تنسخ حالك أكثر من مرة أو تضيف ناس معاك بهذا الشكل. التطبيق سهل الاستخدام والكل يستطيع العمل عليه. شوف النتيجة الآن أمامك. صراحة أخطر من الفوتوشوب، وتقدر تفبرك حالك أنك موجود بدول ثانية أو مناطق ثانية بكل سهولة وتغير مكانك. هذا هو التطبيق، اسمه ماكرون، موجود على كل الهواتف. تنزله من متجر جوجل بلاي، بس تكتب ماكرون وتثبت التطبيق، تضغط على إشارة الزائد وتختار الفوتو، ثم تختار أي صورة من هاتفك وتعدل عليها.